أولى فقراتنا دايما بالساعة الثانية بتكون فقرة صحتك تهمنا، واليوم رح نحكي عن أعراض ضيق الشرايين، ورح يكون معنا الدكتور فاضل العزاوي. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا، صباح خير. ألو، أهلا بيك. صباح خير، شو الأخبار؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. سلامين. يا أهلا يا أهلا دكتور، سمعنا كويس؟ سمعنا ميح؟ نعم. يا هلا دكتور، خلينا يعني دايما بيقول طبيب القلب انه وقت بدق القلب معناتها في جرس انذار. خلينا بداية نحكي عن اعراض ضيق الشرايين. هل ضيق الشرايين بيعمل يعني في له اعراض؟ نحن بنعرف انه انا لازم روح مثلا حلل ضيق شرايين او ممكن يكون معي ضيق شرايين. نعم، هي قبل ما أجيب على السؤال بس حبيت يعني أقول كلمة بسيطة جدا، تقريبا أغلب الناس عارفين بهذا الموضوع، أنه أمراض ضيق الشرايين هي أكثر الأمراض انتشارا بكل العالم، طبعا في أوروبا وأمريكا وحتى في بلادنا، وتقريبا مسؤولة عن أكثر من ثلث الوفيات في كل العالم، وفي دول أخرى ممكن 50% من الوفيات تنسب إلى ضيق الشرايين، وباقي الوفيات لكل الأمراض الأخرى اللي هي بالمئات بل بالآلاف. فمن هنا تأتي أهمية التوعية من هذا المرض، لأنه يعني واحدة من أكثر الأمراض شيوعا والأكثر خطورة على صحة الإنسان. طبعا أيضا الكل يعرف أنه السبب الرئيسي، الأعراض الرئيسية لضيق الشرايين هي آلام الصدر طبعا، بس المهم الشخص يعرف كيف يميز بين ألم الصدر للأسباب الأخرى الكثيرة وألم الصدر الناتج عن الجلطة. طبعا هناك يعني صفات معينة للألم اللي يشعر به الإنسان قد يعني تؤدي إلى الاعتقاد بأن هذا الألم هو جلطة. أهم هذه الصفات هي عندما الشخص يعني يحس بالألم أثناء الإجهاد أو الرياضة، والألم يختفي بعد الراحة. هذا مهم جدا، وهذا واحد من أهم أعراض ضيق الشرايين. إحنا نسميه طبعا هذا الألم اللي يظهر عند الإجهاد أو الرياضة ويختفي عند الراحة نسميه ذبحة صدرية. طبعا هناك آلام اللي هي أثناء الراحة والشخص جالس يعني ما يقايم بأي مجهود. هذه الأعراض إذا كانت يعني ذات صفات معينة قد تؤدي يعني قد بالاعتقاد بأنه هذا الشخص مصاب بالجلطة اللي هي أكثر خطورة من الذبحة. الألم يكون شديد جدا طبعا في عظم القص في منتصف الصدر وليس في جهة اليسار كما يعتقد البقية على أساس القلب في جهة اليسار، دائما يكون في نص الصدر ويكون على شكل ضيق شديد أو ضغط شديد على القلب أو ثقل أو أحيانا زي الحرقان زي النار، يستمر فترة طويلة. طبعا يذهب إلى يمتد إلى اليد اليسرى، يصاحبه تعرق في الجبهة وفي الجسم، أحيانا المريض حتى يصاب بغثيان وأحيانا تقيؤ. أيضا إذا كان هناك مع ضيق نفس يعني هذه أعراض تقريبا خطيرة ومهمة جدا، والمريض يجب أن يشعر بالخطر وأن يراجع طبعا الحادث يعني أقسام الحوادث المسيحة المختلفة. طبعا أنا ما أقول أنه لكل المرضى دكتور يعني عفوا دكتور، بس أخذتني لسؤال من ضمن حديثك ومن ضمن الأعراض، وهيك كتير أشخاص مني ومن غيري يعني بصير عندهم أحيانا بيقولوا كلمة حاسس قلبي عم بينغزني، يعني بحس أنه في نغزة معنى طبيعية بتصير معه يوم أو يومين. هل هي كمان ممكن تكون مؤشر أو هذا سببه الأول تعب قلة نوم إجهاد؟ هو في العادة النغزة اللي هي وخز زي السكين أو زي الدبوس هذه مش أعراض مرض، طبعا هي مرض شائع جدا يصير بالشباب وأحيانا بدون مسبب، يعني قد يكون تشنج عضلي أو قلق. طبعا زي الوخز زي السكين عادة القلب ما يأخذ، لكن يعني هو بتكون عادة في جدار الصدر وهذه ما تمثل خطورة. لكن هو صراحة أنا من الصعب أن أطلب المريض اللي عنده ألم في الصدر أن يميز بين ضيق الشرايين وبين الأمراض الأخرى التي تؤدي إلى آلام الصدر، تشنج العضلي، القلق، التفكير، ترجيع المعدة، صعبة جدا بالنسبة للشخص العادي أن يميزها. لكن إحنا النصيحة الذهبية اللي نقولها لأي مريض إن إذا كان عندك ألم في الصدر واستمر لأكثر من 5 دقائق يجب أن تذهب إلى قسم الحوادث أو أقرب عيادة، لأنه صعب جدا أنتو يعني هو يقرر في البيت هل هذا ألم جلطة أو لا، صعب.
لكن بشكل عام دكتور خلينا شرحتها طبيعة الألم هي اللي تميز الحرقان العصر القوة منتصف الصدر مع تعرق مع ضيق نفس هذه أعراض خطيرة. نعم. طب دكتور كيف بنحمي حالنا من أمراض ضيق الشرايين؟ يعني هو طبعا الأشخاص الأكثر تعرضا لجلطات الذبحات يجب أن ينتبهوا إلى نقاط مهمة. أول من هم خلينا نسميهم الأشخاص اللي أكثر تعرضا لأمراض ضيق الشرايين. نعم الأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي يعني أبوه الوالد أو الوالدة أو أحد أخوانه الأكبر منه تعرض لجلطة في عمر مبكر مثلا في 40 45 أو حتى في 30 هذول أكثر الناس تعرضا أن يصابون بنفس المرض والعامل الوراثي مهم جدا. أشخاص المدخنين أشخاص اللي لديهم السكري أشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم الكوليسترول هاي الناس عرفتها طبعا الأسباب اللي تؤدي لنا هؤلاء يجب أن ينتبهوا لحالهم. أولا اللي يستطيع أن يعني يحاول أن يترك الدخان هذا أهم شيء. الشخص اللي عنده تاريخ عائلي في الأمراض يجب أن يذهب إلى قياس نسبة الكوليسترول في الدم بوقت مبكر حتى لو عمره 20 سنة يعني أبوه توفى أو لا سمح الله صار في جلطة عمره 40 سنة هو عمره 20 سنة من الأفضل أن يذهب ويعمل تحليل لكي يعرف نسبة السكر في الدم ويعالجها بوقت مبكر يمتنع عن التدخين إذا كان عنده ضغط يعالجه أيضا من فترة مبكرة إذا كان عنده سكر وما يعرف خاصة سكر النوع الثاني اللي سكر البالغين ليس له أعراض هذا التبول ولا هذا ما تصير في أغلب المرضى بدون أعراض هاي يصير في السكر الأحداث الممارسة الرياضة مثلا الأشخاص اللي ليس لديهم أمراض الأكل الصحي هذا معروف للناس اللي هو قليل الدهون وقليل السكر وقليل الأملاح ولحوم البيضاء نحن العرب بنحب الدهون يعني من يعني الأكل ما من ناكلها إذا ما كلها دهون طبعا هي هاي قسم من العادات السيئة الغذائية هي أحد أسباب انتشار هذا المرض في بلادنا يعني الدول العربية في الشرق الأوسط الدول العربية الخليج يعني نسبة كبيرة يعني ليس فقط ضيق الشرايين بل السكر والسمنة والضغط كلها أسباب أيضا يعني من ضمنها ولذلك احنا لأهمية المرض نحب دائما ننبه لخطورته أولا وللطرق اللي يستطيع شخص أن يتقي هذا المرض طبعا هي معروفة جدا للناس لكن نحب نذكرهم فيها يعني خاصة يعني تشيك السكر هل إصابة بالسكر تشيك نسبة الكوليسترول الامتناع عن التدخين أيضا مراقبة الوزن مهم جدا لأن السمنة خاصة اللي في الكرش أحد أهم أسباب الإصابة بالسكري واللي هو أحد أهم أسباب الإصابة بالجلطة يعني دكتور أخيرا بس في الموضوع لازم يكونوا على قهوة استعداد يسووا فحوصات يعني هذا تمام دكتور أنا بس بدي أسأل آخر سؤال وسريعا كتير في أشخاص بينصحونا أنه ما ننام على الجهة اليسار من جهة القلب لأنه ممكن يعملنا مشاكل قلبية هل هذا الشيء صحيح أو هي بس مجرد أبداً كلام هذا الشيء غير صحيح أبداً هو بس القلب وضع في التجويف الصدري على جهة اليسار لما نحن ننام على جهة اليسار القلب يصبح قريب من لين يتدلى يصبح قريب من جدار الصدر فنسبة على النبضات أكثر وضوحاً لما نكون على اليسار من جهة اليسار أما ليس هناك أي محاذير من الشخص ينام على الجنب اللي يريحه تمام دكتور فاضل العزاوي أنا بدي أشكرك لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها وسلامة قلب الكل وإن شاء الله تكون وصلت المعلومات لجميع اللي عم يسمعونا تسلمين شكرا على الدعوة شكرا جزيلا تسلمين شكرا لك دكتور يا أهلا وسهلا فيك على طول شكرا معنا يهلا يهلا باي باي الله معك شاي الضحى مع رفيف دعاز سافر إلى دول الإمارات البحرين قطر والكويت وتمتع بباقة التجوال بلا حدود من STC للمكالمات الواردة والصادرة محلية أو إلى السعودية بالإضافة إلى البيانات اللامحدودة للمزيد أرسل 6300 إلى 900 ألور استشاريون السعوديون